المنتمى والنسى مدور على راجل ساعد يقول الامن وراك راجع بنت الاصول يا جدع هي اللي بتسعد الأصول يا جدع هي اللي بتسعد الراجل وعجبي على ناس يهد بالكم يا ناس في ناس نساوي يا ناس للراجل كانهم سواعيش الفن الشعبي عامة بيتكون من موال وطقطوقة وقصة. طبعا فن القصة ده موضوع تاني، يعني قصة انت بتحكي قصة في مولد او في مناسبة او بعد فرح او في فرح طول ساعة ونص ساعتين، بتكون اقل حاجة من 14 ملحمة. ملحمة يعني موال غير الابيات حسب الشاعر اللي بيكتب القصة. مين بيسمعها؟ لا مين سميعة القصة؟ جميع الارياف المدن الارياف. لان الارياف النهاردة بنروح الفرح طبعا قاعدة شعبية والناس قاعدة مبسوطة، الفنان بيطلع المسرح بفرقته بيعمل ديكور بيعمل كل حاجة حلوة. قول لي طيب ايه مواصفات القصة اللي ناجحة اللي يحبها الناس؟ لازم يكون فيها جاذبية، يعني فيها واحد هيقتل اخته، واحد بيتعدى على مراته او بيقتلها عشان يتجوز واحدة تانية، حاجات كتير قصص الحياة. انت كفنان مين اللي بيعجبك من الفنانين اللي حكوا قصص؟ هو بالنسبة في كتير بس اللي أحسنهم ليا الله يرحمه الحاج محمد الشرقي. مين كان بيألف له؟ واحد اسمه علي الشرقاوي، ده كان أساسا من 50-60 سنة ده كان مؤلف القصص رسمي معروف في الشرقية من قرية اسمها الشبراويل، وبعد كده معاشرة الملك الحاج محمد يكتب. أنت ليه اكتفيت بالتراث؟ ليه ما حاولتش تعمل حاجات خاصة بيك؟ لأن هو التراث ما تغيرش، القصة الثابتة اللي بيظلم مراته اللي بيظلم اخوه عشان المراس اللي ما دي حقائق واقعية. بس في قضايا اجتماعية بتجد في الحياة بتجد بس قصص تانية ماشي بس على نفس النمط لان كل قصة لها بداية ونهاية. انا ملاحظ بس ان معظم فرقتك كبار في السن، يعني معظمهم فوق الستين مش كده ولا انا غلطان؟ لا في حدود الستين، ان اللي طلع المعاش من حوالي سنة ومتعرفش سنتين كلهم في حدود بعض. جمهوركم نفس السن ولا ممكن شباب يسمعكم؟ لا النهاردة احنا بينا نشكل بقى، يعني النهاردة الفنان لازم يكون متطلع في ايه؟ النهاردة انت في زمن النت، كنا الاول بنشتغل بصفارة ويعودوا كمانجا. طبعا الشاب النهاردة عاوز يسمع حاجة على الأرض، طبعا واحد كبير عاوز يسمع حاجة للست يسمع من كمانجا او الله او الكل، هي كمانجات بيكملوا على الأرض. يا رب خلي